À droite. جميل راتب كنت منتظرة وخاصة مش منتظرة انه اخذ جائزتين، وقالوا لي حتى الجمهور كأني اخذت جائزة الجمهور كمان، فكتير انا مبسوطة الليلة وفخورة. اكيد اكيد الموضوع مهم، بس المعالجة كمان كتير مهمة، طريقة المعالجة، التصوير، السيناريو، اخذ جائزة السيناريو مش الموضوع، وهي مهمة، يعني اعتراف بعمق الرؤية تبع الفيلم لأنه مستوحى من قصص واقعية للأسيرات الفلسطينيات، وأخذ سنين بحث وتحضير، فهذا اعتراف كتير بيسرني وبيخليني بيشجعني. ليه أنا ما كنتش منتظرة التتويج، أنا ما كنتش منتظرة بالأساس أنه الفيلم بتاعي يكون في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية، ففرحتي متضاعفة، فرحت المرة الأولى كي سمعت اللي هو في المسابقة الرسمية، والليلة فرحة من نوع مختلف. الفيلم باش يخرج في تونس في ديسمبر، اخر شهر ديسمبر، دونك نستدعى الناس الكل انهم يجيو يتفرجوا عليه في قاعات السينما. هو وثائقي مصور حول عائله، الشخصيه الرئيسيه زينب، طفله صغيره بديت نصور فيها من سن 9 سنين حتى الولا عمرها 15 سنه، دونك التصوير دام على مده 6 سنين، فنشوفوها كيفاش تكبر في الفيلم وكيفاش تتغير حياتها راسا عن عقب، ونتبعها في المشوار هذا الصغير.